اهلا سمسم. برنامجنا بيخاطب كل أطفال الوطن العربي، وزي ما أنت بتعرفي بأي مكان بالوطن العربي في أطفال تنتقل من مكان لمكان، للأسف ما بيستطيعوا يعبروا عن مشاعرهم، مش عارفين شو الشعور بالضبط. هو بيعرف جزء شعور أنا تعبان، بس أنا نرفز، ولكن ما بيعرف إنه هو خايف، ما بيعرف إنه هو معصب. سو إحنا عم بنحكي له هذا الشعور، أو حتى الشعور بالغيرة عم نطرحه كمان بحلقاتنا، بنفس الوقت بنطرح استراتيجية كيف يتعامل فيها. لما يجيني شعور الإحباط يكون كتير قوي، بتعرف شو بعمل؟ شو؟ بنط، بلف، برقص، وهيك كتير بتحسن الشعور. حلو كتير هالرقصات واللفات والحركات